يا صباح الرضا والفل والجمال على حضراتكم مستمعينا مستمعي الراديو 90 90، حلقة جديدة من كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشاب. عمور صباح الورد. ايه صباح الفل عليك، وحشني انت اكتر. صباح الخير عليك يا حبيبي، كله خير الحمد لله. الدنيا عاملة ايه؟ اهو تمام الحمد لله. هيخلص امتى ابراهيم؟ هيخلص امتى بيراميدز؟ عنده لسه امال في الدوري يعني؟ بس النسبة قلت. النسبة قلت. النسبة قلت طبعا. ان الماتشين اللي اول امبارح والاسبوعين كان طبعا اللي هيكسبهم زي ما الاهلي كسبهم، او حتى لو كان مكسب وخساره للبيراميدز، يعني لو كسب ماتش وخسر ماتش كان بالتالي يعتبر لحد ما هتبقى الحظوظ متساويه شويه، لكن طبعا فوز الاهلي لا خلت النسبه اكتر للنادي الاهلي. بتتكلم دلوقتي حتى لو كانت قبل كده نسبه 50 50، لكن دلوقتي النسبه بتتكلم حوالي يقول 60 40 او حتى 70 و30 70 و30، مقارنه ان الاهلي لسه قدامه ماتشات وعنده برضه يعني المصري لسه بعد بكره، وعنده فرق يعني وعنده مودر سبورت لسه اخر ماتش، لا عنده فرق يعني لحد ما اقوى بكتير جدا ممكن من المنافسين البيراميدز يقابلهم. يمكن اقوى منافس طبعا البيراميدز يقابله هو الزمالك ماتش بعد بكره. لكن لا، الاهلي برضو مطالب ياخد الماتشات الجايه كلها تركه كده مره واحده عشان يضمن، وما يستناش بقى نتائج بيراميدز وما يستناش نخش في حزبه وكده. بس النسبه كبيره غير الامور الفنيه برضو، خلي بالك الامور النفسيه. يعني الامور النفسيه الهزيمتين قدام البيراميدز قدام النادي الاهلي هتاثر عليها نفسيا، هتأثر في القرارات، يكون في تسرع اكتر في الملعب في بعض القرارات، هتحس ان انت ممكن تستقبل اهداف ويبقى عندك كده حته من الاحباط شويه ان انت مش قادر تتعادل او قادر تجري يعني او تعدل النتيجه قصاد الفريق قصادك. بتكلم عامه ده طبيعي في الكوره، يعني انت بتحاول توصل لاكتر درجه من التركيز كلعيبه في اي مكان، فبالتالي انت لما تبقى في التوب فورم وبتخسر ماتشين مع المنافس القوي معاك في البطوله اللي انت بتحاول تحصل عليها يعني، فبالتالي اكيد الامور هتاثر عليك نفسيا، وبالعكس كمان ممكن تاثر عليك فنيا في الملعب. يعني بتشوف وجهه نظرك ايه اللي ادى الافضليه للاهلي على بيراميدز الماتشين اللي فاتوا؟ كولر مدرب ذكي، يعني خلينا برضو يعني نتكلم في السياق الفني، مش هقول بقى الاكليشيات اللي طالعه شخصيه البطل والاهلي الماتشات تكسب وما تتلعبش، الكلام ده كله يعني خارج نطاق الحيز الفني شويه. الماتش الاولاني كولر اتعامل مع الماتش بذكاء، ويوروتيتش على الرغم انه مدرب جيد لكن برضو كان فيه يعني لو تسمح لي في الكلمه غباء فني شويه، بمعنى اصح ان انا عاوز اجاري او عايز العب لاعب الاهلي بقوته، ان انا ابتدي اضغط عليه عالي، والاهلي من الفرق مش اقول لك بقى متمرس الخروج بكره، لا الاهلي لعبه مباشر اكتر من لعبه يعني استحواذي، لكن في الاول في الاخر الاهلي او كولر بصفه خاصه بيه عشان المساحات، عنده اتنين اجنحه مميزين جدا، تتكلم على حسين الشحات او حتى لما كان لما بيتواجد طبعا بيرسي تاو او حتى رضا، بس الماتش الاولاني طبعا كان بيتكلم على طاهر محمد طاهر موجود، لكن الجزئيه بتاعت حسين الشحات قدر كولر استغلالها كويسه جدا، خلى بيراميدز يضغط عليه مش يقول لك ساب له الكوره، لكن في نفس الوقت كان بيراميدز بيضغط غلط، بيضغط بخطوط متباعده، فكان دايما بتقدر تحط لعيبه بالخطوط، عندك لعيبه مميزه جدا زي اكرم توفيق وحتى امام عاشور كان قادر يستغل الجزئيه دي وقادر ينقل على طول الاهلي من مرحله الدفاع لمرحله الهجوم في اقل وقت ممكن، فبالتالي الاهلي كان عنده تفوق. حتى لو انت بتتكلم على حد ذاكرتنا على يعني الماتش كان حوالي اسبوعين او ثلاثه، كانت معظم احصائيات يعني التسديد على المرمى بيراميدز تقريبا سدد تسديدتين او ثلاثه ما فيهمش ولا واحده اون تارجت، يمكن التسديده الوحيده اللي جت اون تارجت يعني الشناوي استقبلها، لكن مش بكلمه كانش بيشكل خطوره. لكن الاهلي على الرغم يمكن من دقائق الفرص اللي صنعها، لكن ايه اللي ترجم فرص الاهداف، دي نقطه مهمه جدا في الامور الفنيه. النقطه الثانيه حته النفسيه، انت لو شفت شكل بيراميدز او هدف تحديدا قفشه، لو نرجع بيه الذاكره هدف قفشه اللي سجله في اخر 3 4 دقايق من المباراه، تمركز قفشه وان هو لعيب محدش يضغط عليه والترحيل السيء بتاع خط دفاع بيراميدز ده بياكد ده اللعيبه ذهنيا فكت تماما. ده بيرجع طبعا مش اقول لك للرواسب البطولات ان انت مش قادر تجمع البطوله، لكن في نفس الوقت اللعيبه ما كانتش قادره تصدق نفسها انه ممكن تكسب الاهلي او تطلع بنتيجه ايجابيه قدام النادي الاهلي. فطبعا كل الامور دي اثرت. الماتش الثاني بقى كولر بالعكس عمل عكس تماما الماتش الاولاني، وروتيتش صلح بعض الاخطاء، لكن في نفس الوقت كان عنده برضو في التشكيل علامه استفهام. انت بتلعب فريق قوي وشرس في التحولات زي النادي الاهلي، فمحتاج انت لعيب يكون برضو عنده الشراسه والقوه دي ويستغل المساحات لما النادي الاهلي يبتدي يهاجم. خصوصا معظم اهداف الاهلي استقبلها نتيجه تحولات هجوميه من الفرق المنافسه. انت برضو كان عندك في التشكيل علامه استفهام، انت الماتش الاولاني ما بداتش بالشيبي ثم بعد كده يوروتيتش انقذت ممكن انقاذه ونزلته بعد حوالي 25 دقيقه او 30 دقيقه. الماتش الثاني وانت برضو صلح لي المعلومه دي، مدى او عدم جاهزيه كريم حافظ
دي برضو مخليه الجبهه الشمال يا ابراهيم، او خلت الجبهه الشمال عارف انت كده تحس الفريق بيلعب مكسور الجناح، مفيش جبهه شمال تماما. انت فخري لاقين كان بيمين ناحيه الشمال، لكن في نفس الوقت هو اوريدي مش جناح ايسر، هو بيتحط على الورق كجناح ايسر ويضم جوه، بس كان معذور في ده برضو. ما دي النقطه انا معاك بس انت برضو ما قدرتش تحلها او ما قدرتش عارف توجد الحل اللي يقدر يوقف قوه المنافس اللي قصادك. انت بتلعب قدام جناح قوي يعتبر افضل جناح موجود دلوقتي في الساحه، وحسين الشحات مهاري سريع قراراته لحد ما بقت افضل بكتير جدا من قبل كده يعني. فبالتالي انت كنت محتاج توقفه، مش مجرد ان انا احط له ديفندر او لعيب مش بيلعب باك شمال كاحمد توفيق احطه ناحيه الشمال، لا القصه كلها انا كنت محتاج برضو اوقف الجبهه دي، اضغط اصلا اوقف الجبهه دي من قدام من جبهه خالد عبد الفتاح. حتى لو خالد ما كانش عنده ادوار هجوميه، لكن في نفس الوقت عاوز اوقف لعيب قوي وشرس زي حسين الشحات. شفنا الكورتين ثلاثه اللي راح بيهم حسين الشحات كانوا يعني الكره اللي شمس بيها شمسه مره مرتين ثلاثه، برضو دي بتدل على تقنيه اللعيب ومدى تطوره في الفتره اللي فاتت. الى جانب الحاله الهجوميه بتاعت بيراميدز تقريبا كانت مفيش جبهه شمال تماما خالص. ابتديت تنزل كريم حافظ، طب هل كريم حافظ اوريدي ما كان في الاول الماتش ما كانش جاهز بدنيا؟ برضو سؤال. والقصه كلها مش ان انا اوقف لعيب، انا احط له لعيب برجله العكسيه انه يلعب برجله اليمين قدام جناح قوي يعني. طب ممكن اديله تعليمات يعني معينه زي الهدف بتاع اللي جابه النادي الاهلي، دايما كولر كان قافل العمق تماما يا ابراهيم، وموجه بيراميدز ان هو يلعب الكوره على طرف الاطراف، ثم بيعمل مجموعات ضغط متكونه من الظهير الباك ليفت او الباك رايت ايا كان المتواجد، زي هدف الاهلي لما اسمه كريم فؤاد وامام عاشور والجناح رضا سليم، الثلاثه كانوا في موقف يعني تفوق عددي على شيبي وعلى الجناح بتاع بيراميدز، وقدرت تخطف الكوره وتعمل تحول هجومي مميز جدا مع طبعا تمركز الخاطئ من قلبين الدفاع لبيراميدز، وجبت هدف. بل بالعكس كمان ضيعت اكتر من فرصه بنفس النهج او نفس السياق. فكل الامور دي بتاكد ان كولر مدرب ذكي. بعيد عن الماتش، ذكاوه كولر فيها ابراهيم ان هو قادر يخلي المجموعه اللي عنده كلها تشتغل. ما تعرفش دلوقتي مين اللعيب اللي لو مش موجود تحس انه ناقص. يعني كل الادوار دلوقتي بتسند اللعيبه بناء على امكانياتها. وخلي بالك كولر من المدربين يعني صاحب البرمجه يعني برمجات شويه ابراهيم، مش عنده فكره عاوز يطبقه، مش عنيد الافكار، بالعكس وقت معين اسيب الكره ونفسي سيب الكره ونفسي مش مشكله. يعني ما عندوش تكبر، لا ان انا هنزل واكون انا الفريق الاستحواذي وروح وسط في وقت معين هبتدي اعمل كده، في نفس وقت تاني لا بتشوف كولر بيروح هو اللي بيهاجم وهو اللي بيبادر وهو اللي الكره بتبقى اكتر وقت ممكن، على الرغم من الاهلي اصلا اعتمد عليه يعني. يعني فريق مرن يعني مدرب مرن اكثر مرونه، بالعكس يعني بيشوف التشكيله او طريقه اللعب المناسبه للمنافس وبيلعبه، ما عندوش مشكله، مش عاوز يفرض اسلوبه في كل الماتشات، لا عارف ان المعدل البدني مش افضل شيء عندي، اللعيبه برده ذهنيا مفيش مشكله، في نفس الوقت عنده مبدا الصواب والعقاب انت ما بتحسش. يعني وقت من الاوقات لو تفتكر طلع قال لك كهربا ده المهاجم الثالث بالنسبه لي، احنا عايز اقول لك خلي بالك ما هموش حاجه تماما. لسه امبارح عاملين احصائيه في البرنامج التشكيل اللعبي الاهلي ماتش المصري في اول جوله في الدوري مقارنه شهر سبتمبر مقارنه باللعب ماتش بيراميدز اللي لسه من يومين في شهر 7 يعني بعد 10 شهور، انت بتتكلم في نص فرقه متغيره. طب انا اقول لك حاجه يعني زياده طبعا على الاحصائيه بتاعتك المميزه، على حد ذاكرتي ان انا كنت بتكلم الاهلي من فتره كولر شارك 23 لعيب او 24 لعيب، انت متخيل ده ما بيحصل موسيماني مثلا، موسيماني كان 16 لعيب 15 بالكتير قوي. مش اقول لك دي مدرسه غلط دي مدرسه غلط، لكن ان انت قادر تصلح خطا انت وقعت فيه بدايه الموسم لو تفتكر الدوري الافريقي لما كان ابتدى بروتيشن غريب شويه حته التجانس، فبالتالي انت حتى سيبك من الاداء انت او عفوا النتيجه انت خسرت، لكن حتى الاداء كان غير متزن سواء على الصعيد الهجومي او الدفاعي. لكن انت صلحت الجزئيه دي. ولما كنت بتكلم معاك لسه ابراهيم بقول لك انت ما تعرفش مين اللعيب لو غاب هيقصر، لا دلوقتي بقى حسيت لا ان في باك شمال فعلا، ان كريم فؤاد متمرس انه باك شمال. أيوه. تحس ان خالد فتح لا ده وقته فعلا ان انت محتاج مدافع قوي شرس دفاعيا اكتر منه يكون قوي هجوميا. فحاسس توليفه مناسبه يعني ياسر ابراهيم غاب، لا رامي ربيع ركب ومتمرس في الجزئيه دي، هكذا عبد المنعم، حتى الشناوي لما غاب الاصابه مصطفى شوبير، كل الامور دي غير ان اللعيبه فعلا بتشتغل على نفسها، لكن ده برضه بيرجع للمدرب. ما تقدرش تشوف ان لعيب معين خارج اطار المنظومه، لا هو الاقوى في المنظومه هو كولر. يعني انا خلي بالك انا الكلام ده بقوله حتى لو كان اهلي خسر. يعني انا مش بقيم نتيجه اكتر ما بقيم مدرب عنده افكار بيديها لعيبته وقادر اللعيبه تنفذها ايا كان اللعيب الموجود. يعني بقول لك ايا كان اللعيب الموجود، يعني مثلا
كره وسام وسام مره كل مره معاك انت بصفه خاصه يقول لك بن علي وسام ابو علي. لا هو دي عارف انت ابراهيم اللي بتحلي بقى متالق وسام بن علي الفتره ما هو ده اللي بيحلي شغل الكولر. يعني ممكن الكولر دي لو راح المودس اصلا ما كانش يلحقها يعني يقول عيد الكوره تاني. فانت فاهم بتتكلم على حاجات وتفاصيل بسيطه عدالي كده من الاول بس يعني ممكن الكوره دي لو كانت راح المودس ما كانتش يلحقها اصلا فاهم. فيعني لا 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 امور تانية بتخلي كولر هو الاقوى في المنظومه. في نفس الوقت لو تحس كده مين اهم لعيب في منظومه كولر يعني مش هتلاقي يعني. انا في وجهه نظري الاهم دلوقتي في الاهلي هو امام عاشور. طب بمناسبه امام عاشور اللقطه بعد الماتش امام عاشور قلت امام عاشور ما غلطتش اللقطه بعد الماتش لما كولر قاعد يهرج مع امام عاشور ده دور مدرب. ايوه ده دور مدير يعني سيبك ان هو مدير فني ككوره لا ده دور ليدر قائد عارف امتى احتوي لعيبته عارف ان ممكن خروج امام عاشور في الوقت ده ضايقه كلاعب. يعني طب بص فرق بين اتنين مدربين خروج مثلا مصطفى فتحي لما خرج يوتيتش يعني واللقطه الشهيره اللي جت في المباراه ما ادوش اي اعتبار وما سلمش عليه كمان حتى ما فيش رد فعل المدرب وحتى بعد رده الفعل الكادر الكاميرا اللي جت على يوتيتش ابراهيم بعد المباراه الراجل قاعد تحس خلاص تحس ان هو شايل كل مشاكل بيراميدز. أيوة. ما بين خناقه تشيبي مع الشحات ما بين عدم جاهزيه تشيبي في الماتش الاولاني ما بين القرارات الغريبه اللي لعبها في الماتش الاولاني ما بين موضوع التذاكر تحس الراجل في كادر الكاميرا اللي جه عليه 10 15 ثانيه ابراهيم في اخر المباراه هو اللي شايل الهم كله. صحيح. واللعيبه كلها في وادي تاني تماما. ايه ماتش خسرناه مفيش مشكله عادي لا اللعيب كان حاطط امل كبير جدا على الاقل يطلع بنتيجه ايجابيه. في الجانب الاخر لا كولر قادر يحتوي كل لعيبته قادر يخلي هو الامر النهائي في اوضه اللبس. لا كل ده بيتاكد لك يا ابراهيم لا كولر مدير فني قوي 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 شخصيه قوي فنيا وقادر يجاري مجريات الامور بصراحه. يعني نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم كره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد ومشرفنا ومنورنا النهارده محللنا المميز عمرو الخشاب خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني كرة في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشاب. عمور ماتش الاهلي والمصري وماتش الزمالك وبيراميدز توقعاتك للماتشين ايه؟ هل الاهلي هيستمر بنفس الصحوة وبنفس الانتصارات المتتالية اللي وصلوا 15 انتصار ولا الدنيا هتهدى بعد الفوز المتتالي على بيراميدز مرتين في 10 ايام؟ على الجانب الاخر بيراميدز هل خلاص يرمي الفوطة ولا يحتفظ بأماله حتى وان كانت ضئيلة؟ لا بدأنا بالأهلي لا طبعا أكيد الأهلي يعني إن أنت في الفترة الحرجة دي إن أنت عاوز تكسب معظم ماتشاتك أو كل ماتشاتك اللي جاية قدامك تقريبا 8 ماتشات أو 7 ماتشات فبالتالي أنت عاوز على الأقل تكسب منهم 5 أو 6 ماتشات يعني ده لو أنت افترضنا هتتعثر يعني. لكن لا طبعا يعني خلي بالك خصوصا المصري برضو عنده مشاكل يعني المصري مش كامل فنيا ما عندوش الكمالية الفنية يعني شفناه مع كابتن علي مرقام حقق مركز لحد ما يعني لحد ما الرابع او الخامس دلوقتي وخلاص ضمن مشاركته في الكونفدراليه لكن مصري من الانديه انت سجلت اهداف كتير لكن استقبلت اهداف كتيره برضو يعني انا كنت برضو من مصر كنت طالع اتكلم عليه من فتره كنت عامل احصائي كده المصري تقريبا مسجل حوالي 36 جول او 37 جول من اصلا 25 جول فعدد الاهداف اللي انت مسجلها اكتر من عدد الاهداف اللي من المفترض انت تسجلها ده بياكد ان عنده جوده لعيبه على المستوى الامامي مميز جدا يعني ممكن ما اقدرش انا الفرصه اصنعها فرصه كامله بلعب المفتوح لكن من فرصه بسيطه جدا او من ربع فرصه ممكن اسجلها لكن انت برضو في نفس الوقت عندك مشاكل دفاعيه كتير ده عامه قصاد الفرق الوسط يعني في الدوري ايا كان تخيل انت قدام تلعب قدام اهلي او زمالك او حتى بيراميدز فطبعا لا انت عندك مشاكل دفاعيه كتير. كابتن علي ماهر وكابتن علي برضو من كابتن علي ماهر من المدربين المميزين لكن متعند برضو الافكار يعني عاوز يطبق نفس النهج ونفس السياق قصاد اي منافس الضغط العالي الكره تبقى اكتر وقت ممكن ازاي اقدر استرد الكره في اقل وقت ممكن المنظومه اللي او الهويه الاستحواذيه مش الكواليتي اللي موجود يقدر يخدمك في كده لكن هو عاوز يمشي بنفس النهج شويه فبالتالي لحد ما ما اقدرش اقول لك وما منجحش لا ناجح ان هو المتطلبات النادي قدر يوفرها له مركز كويس يعتبر الرابع او الخامس دلوقتي يمكن فوز ضد الاخير خلوه في الرابع لكن في نفس الوقت خلاص يا ابراهيم شارك في الكونفدراليه لكن عنده برضو مشاكل. الاهلي لا طبعا ال 15 او 16 فوز تقريبا 15 تقريبا يعني 15 فوز ورا بعض عاوز يحقق الرقم القياسي اللي كان محققه تقريبا مع كابتن حسام البدري 17 فوز ورا بعض ده على المستوى الشخصي ككولر واللعيبه برضو عاوزه تحقق ارقام شخصيه ليها وقياسيه ليها وفي نفس الوقت انت بتلعب على بطوله ولسه الدوري في الملعب فيعني لا طبعا الماتش المصري بالنسبه للاهلي اكيد ما هيبقى ماتش كاس وافتكر ان كل الماتشات الجايه للنادي الاهلي هتبقى ماتشات كاس برضو
بيراميدز لا ما رماش الفوطه. لو نرجع بقى لبقيه سؤالك يعني لبيراميدز ما رماش الفوطه. يمكن اقوى الماتشات اللي هيقابلها الفتره الجايه الزمالك، على الرغم ان الزمالك دلوقتي ابراهيم مع جوميز يعتبر بدا فتره الاعداد. يعني خلي بالك جوميز دلوقتي مش بيلعب على النتيجه اكتر ما بيلعب على مين اللعيبه اللي تبقى موجوده معايا ومين اللعيبه اللي هقول لها شكرا. بيحاول يطهر القايمه بتاعته شويه، يعني يشوف انا هي قال الناشئين اللي انا بطلعها هقدر استفيد بيها الفتره الجايه ولا لا، وفي نفس الوقت اللعيبه اللي موجوده عندي عشان اقعدها والكلام ده كله والامور الماليه اللي الزمالك بيمر بيها الفتره الحاليه، يعني هل هتبقى موجوده عندي ولا هبتدي اوجه لها الشكر. فطبعا انا شايف لا الماتش مش هقول لك الكفه البيراميدز، لكن في نفس الوقت لا يعني بيراميدز هينزل برده الماتش بشراسه. لكن زي ما قلت لك في بدايه كلامي معاك في بدايه الحلقه النهارده، الهزيمتين بيراميدز قدام النادي الاهلي هتاثر على لعيبه نفسيا اكتر منها فنيا. يعني الفرقه لو استقبلت هدف ايا كان سواء من الزمالك او حتى من الاربعه شوط التانيين بعد الزمالك، هتلاقي ما عندهمش القوه والشراسه كده والحميه ان هو يقدر يسجل. ساعات يا ابراهيم يعني بتسود على لعيبه كده مرحله من الياس والاحباط شويه، ده بيفرق من فرقتين، فريق متمرس ان هو يقدر يكسب وعنده حته القابليه والرغبه والشراسه ان هو ممكن يكسب حتى مش في افضل حالاته، وفريق تاني عنده المكسب وعنده الخبره في التنافس عامه في الفرق اللي كان يعني لعيبه بيراميدز لعبتها قبل كده مع انديتها. لكن في نفس الوقت كمجموعه لسه برضو ينقصهم حته، عارف انت ابراهيم ايه، ان انا اقدر احتوي اوضه اللبس كلعيبه مع بعض مش كمدير فني. زي ما قلت لك في بدايه كلامي يوريتيتش يمكن الامال كلها محطوط عليه حل مشاكل اوضه اللبس، وفعلا ونجح في الجزئيه دي. خلي بالك برضو خلي بالك ما فيش دلوقتي هو اللعيب البوم في بيراميدز بعد طبعا رحيل عبد الله سعيد، وبعد حتى رمضان قبل ما يرجع الاصابه كان هو اكتر اتنين نجوم هم اللي يعني يعتبر هم البوم عاملين بوم في النادي في الفرقه. لكن هو دلوقتي بقى رقم واحد في المنظومه شويه، لكن برضو الفريق لسه شفناه عنده برضو بعض المشاكل الفنيه. خلي بالك كان بتبان المشاكل الفنيه دي في ماتشات كتير في الدوري، لكن الفوز احيانا كان بيداريها. لكن في الاول في الاخر لا بيراميدز لسه الدوري في الملعب، وخصوصا لو كسب ماتش الزمالك الجاي او بعد بكره، يعني هتلاقي الامور برضو لعيبه خلاص بقى عندها من العزيمه والاصرار ان هي تقدر تكسب الاربع ماتشات التانيين. ويمكن اقوى فريق البيراميدز ممكن قبل الفتره الجايه الزمالك، يعني هو الزمالك. لكن الاهلي لسه عنده ماتشين لا الاهلي عنده المصري في سيراميكا، دول ماتشين جامدين جدا جدا جامدين جدا، وعندك ماتش مودرن في الاخر، بس ده غالبا عبال ما يوصل له الاهلي يكون هيكون الدنيا اتضحت. او خلي بالك سيراميكا افضل فريق في الدوري، مدير فني بيقدم له افكار كابتن ايمن رمادي. يعني انا بقول لك على كسيمك بالنتائج، يعني انا بقول لك انت اتفرج كده على سيراميكا كده وقطع له مشاهد في مراحل اللعب المختلفه، لا تلاقي افكار مدرب في كل وقت. يمكن سيراميكا من الفرق لو فعلا توفرت له البادجت المميزه للمدير الفني في الفتره الجايه واختار العناصر هو اللي اختارها، سيراميكا يكون منافس على الدوري كمان 3 4 سنين. خلي بالك ماشي في نهج برضو كويس. ايوه فانا بقول لك لا سيراميكا فريق قوي جدا، يعني انا شفته وقطعت له كذا مشهد ويعني وحللت له اكتر مباراه. يعني فالزمالك اكتر فريق بيراميدز قابله قوي الفتره الجايه، على الرغم من الزمالك زي ما قلت لك في مرحله احلال وتجديد فني. والنادي الاهلي طبعا زي ما انت قلت ماتشاته، ماتش المصري ماتش سيراميكا لو عداهم وكسبهم معظم الماتشات الجايه تبقى الاهلي لحد ما يبقى اسهل بكتير جدا، وزي ما انت قلت اكيد هتوصل اخر الدوري يبقى اللقب يعني هتم حسمه بنسبه كبيره. يعني تقريبا بيراميدز هيقابل فاركو والداخليه، الداخليه هبط خلاص وفاركو بنسبه كبيره. ماتشات يعني ماتشات نفس التنافس الاهلي الفرق اللي قابلها. يعني لو انت بتقول دلوقتي بترتب لي كده خمس نجوم للموسم في الاهلي، تقول لي مين خمس نجوم للموسم الاهلي؟ انا شايفهم بصراحه يعني ممكن احطهم في شخص واحد هو كولر بصراحه يعني. لكن انت برضو ردا على سؤالك يعني امام عاشور جزء مهم جدا جدا من منظومه كولر، حسين الشحات، عبد المنعم، بس عبد المنعم محتاج يعني عارف يعني بعض الاخطاء دي يبتدي يصلحها ويشتغل عليها. يعني عبد المنعم يمكن كان تركيزه الفتره اللي فاتت خارج الملعب اكتر منه في الملعب شويه. لكن برضه عشان ما اخشش في مواضيع فرعيه لعبد المنعم برضه، الجزئيه الثانيه برضه كريم فؤاد. يعني كريم فؤاد هتقول لي طب ده بقى له فتره بسيطه بيشارك، لكن الراجل تحس متمرس في الظهير الايسر، متمرس في الجناح الايسر لما بيلعب جناح ايسر او حتى في الجناح اليمين. لكن لا برضه من ضمن اللعيبه لازم تحطها في الحسبان. في نفس الوقت برضه بصراحه ويعني الفتره البسيطه اللي يمكن قضاها منذ قدومه في يناير وسام ابو علي بقى مش بين علي ابو علي. وطبعا مصطفى شوبير، لكن مصطفى شوبير كان الفتره اللي فاتت يستحق ان هو يتواجد اكتر بكتير من الفتره دي. لكن في الاول في الاخر الراجل يعني ما حسيتش انت في اي تماما اي حاجه وراضي بكل قراراته ومحترمها
ودي حاجه بصراحه يعني حاجه ايجابيه جدا لمصطفى شوبير. يعني بمناسبه مصطفى شوبير والشناوي، بتشوف السنه الجايه الوضع الافضل للاثنين ايه؟ ما اقدرش اقول لك حد يخرج وحد يبقى، يعني يمكن خروج الشناوي ده قرار في ايده هو بناء على العروض اللي بتيجي وبناء على موافقته هو. لكن في الاول في الاخر الشناوي لحارس مميز جدا وحارس قوي، وكولر خلي بالك اتعامل مع النقطه دي بذكاء. يعني كان ممكن جدا ينزل الحارس الاحسن فنان او الافضل فنان في الفتره دي، لكن برضو قدر يعني يمشي مع الامور مع الشناوي بامور منها نفسيه اكتر منها فنيه. لا انا بثق فيك وبثق في قدراتك، ولا والماتشات الجايه برضو هتبقى انت اللي متواجد. مش تقليلا طبعا مصطفى شوبير، لكن هي مدارس، لكن مشيان حد او عدم مشيانه لا دي بترجع لقرار الشناوي، لكن شو مصطفى شوبير لا طبعا ما يمشيش، ان هو وارد جدا الفتره الجايه يكون هو الحارس الاول للنادي الاهلي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، خليكم معانا. هذا البرنامج برعاية تاي هاوس، اختيار كل وقت، رقمنا 15477. ورجعنا لكم مره تانية كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد، ومشرفنا ومنورنا محللنا المميز عمرو الخشاب. عمور، النهارده ضربه البدايه لمنتخبنا الاولمبي في الاولمبياد باولمبياد باريس، عندنا ماتش الدومينيكان النهارده الساعه 6 ان شاء الله، الساعه 6 بمشيئه الله. رايك ايه؟ رايي ان لازم كلنا بقى يعني بجد نسيب بقى كل العبث اللي احنا كنا ممكن نمر بيه الفتره اللي فاتت وعدم تظبط. هو العبث مش عايز يسيبنا، واحنا عايزين يعني اتمنى ذلك، ونركز بصراحه مع الراجل الغلبان الشقيان اللي بيشتغل في صمت وما بص في دنيا تانية بصراحه، يعني اكتر واحد حاسه مظلوم في كل اللي بيحصل ده روجيه ميكالي بصراحه يعني. وانا يعني كان العناصر اللي هو عاوزها طبعا مع احترام، طبعا كل الاحترام والتقدير للنني وزيزو، لكن في الاخر فين اللعيب الثالث اللي انت اوريدي اصلا كنت عاوزه، او المراكز اللي انت كنت محتاجها تبقى الرولز بتاعت البطوله ان انت عاوز ثلاثه فوق السن الاجانب بقى. طبعا الراجل دخل اصلا في مشادات فين اللعيبه بتاعتي اللي هو اصلا انا اللي مديها لكم. خلي بالك مش كده، عمل حاجه غريبه. معظم العناصر اللي بتلعب دلوقتي المنتخب الاولمبي هو اللي قدمها للانديه، مش الانديه ابراهيم اللي قدمتها له. ايوه، فده برده انت يعني بعد ما جبت لكم لعيب وكبرته وفلترته واديته لكم تيجي تقولوا لا، فبرضه الراجل عاش فتره بصراحه صعبه جدا جدا، وعاوزين منه انه يحقق حاجه، والحاجه اللي احنا محتاجينها منه ده طبيعي جدا طموح مشروع ان انت تحقق ميداليه. فطبعا ممكن تبقى صعبه شويه، لكن في الاول في الاخر انت عملت المطلوب. وصلت الاولمبياد، كنت هتاخد بطوله افريقيا وخسرت المباراه النهائيه من المغرب بصعوبه تحت 23 سنه يعني. الاول في الاخر عملت توليفه كويسه مناسبه، قدمت عناصر مميزه لانديه ما كانتش اصلا بتبص لهم. فطبعا لا الراجل يعني انا شايفه انجح واحد في المنظومه كلها بصراحه يعني روجيه ميكالي. فطبعا باذن الرحمن كل الدعم ان شاء الله، كل التوفيق لمنتخب مصر الاولمبي النهارده، وباذن الله باذن الله يصعد الادوار الاقصائيه، وان شاء الله باذن الله يوصل ابعد مدى في الاولمبياد ان شاء الله. بتشوف عندنا بمناسبه ابعد مدى عندنا فرصه ان احنا نعمل مفاجاه؟ ممكن، ليه لا يا ابراهيم، عندنا افكار مدرب موجوده ولعيبه خلاص يعني بقت متشبعه لحد كبير بالافكار المدرب، دليل ان هو صمم على كل العناصر اللي هو اوريدي بدات معاه من اول ماتش ودي لغايه ماتشات التصفيات والتصفيات يعني البطوله الافريقيه، وحتى في البطوله وحتى في الماتشات الوديه اللي خلي بالك ما بين قوسين شايفها يعني كانت يعني انا شايفها من وجهه نظر المتواضعه الاتحاد الكوره كان بيعمل له ماتشات تاديه واجب، ولا المنافس كان بيختاره ولا المنافس بناء على المدرسه اللي قابلها، وماتشات يلعب كوتيفوار ماتشين يلعب مش عارف مين يعني برضو حاجات. راجل بصراحه ما شفناش في اي حاجه طلع قال لك ايه اللي بيحصل ده، راجل مرتضي بالواقع المرير اللي هو فيه، والراجل ماشي بنسق تصاعدي مع اللعيبه وقافل عليها وقادر يحتوي اللعيبه وقادر يعمل التوليفه المناسبه اللي تقدر تخدم له افكاره بصراحه يعني. بالعكس يعني ردا على سؤالك، باذن الله ابراهيم ممكن يوصل لابعد مدى ان شاء الله، باذن الله ان شاء الله يعني. بتشوف ان احنا عندنا نجم للمنتخب ده؟ روجيه ميكالي هو روجيه ميكالي. طبعا طبعا، وانا دي بالنسبه لي على فكره دي اهم حاجه. طبعا نجم هو المدرب، نجم هو المدرب. خلي بالك برضو قدم الكابتن وائل رياض للجهاز الفني الادنى وشارك كبير، شارك اللي هو المنتخب اللي يعني اللي الناشئين او الشباب عفوا، كابتن احمد الكاس الناشئين هو اللي رشحه، وهو اللي في الاخر راجل متمرس وبقى يطلع له لعيبه فوق، خلاص بقى في نهج بقى في تواصل بينه وبين المنتخب الادنى، وفي نفس الوقت هو اللي قدم المدير الفني اللي مساعد المدرب كان معاه كابتن رياض، هو اللي رشحه يكون مدير فني للمنتخب الادنى. دي رقم واحد. رقم اثنين زي ما قلت لك قدم لعيبه كتيره جدا لانديتها ما كانتش، مش هقول لك موجوده لكن ما كانتش بتاخد الصفه الاساسيه مع انديتها، مش هقول لك كل اللعيبه لكن بنسبه 90%. في نفس الوقت راح لمسابقه غير الدوري الممتاز، المسابقه الادنى في قطاعات الناشئين،
مش اقول لك مش ملتزمه، لا مش برضو ما فيهاش قوه تنافسيه غير ثلاث اربع فرق سواء اهلي او زمالك او انبي مؤخرا، ويمكن سموحه وطلع الجيش، معظم الفرق يعني قليله جدا مش بيطلع لك الناتج اللي انت عاوزه. فانت بالتالي قدر يواجه القصه دي كلها. في نفس الوقت يا ابراهيم جاب لعيبه وجاب عناصر مش بتلعب صفه اساسيه. فبرضو لا ده مدير فني قوي شرس قادر يوصل افكاره بسلاسه وبهدوء للعبته. ومجموعتنا يعني انا شايفها باذن الرحمن غير المنتخب الاسباني طبعا، لا مجموعه في الامكان يعني سواء منتخب اوزبكستان، والحمد لله احنا ما قابلناش اليابان، او اليابان مش معانا في المجموعه. المنتخب اليماني على المنتخب على صعيد الناشئين قوي جدا يعني. في نفس الوقت انت معاك اسبانيا اي ماشي، بس انا بتكلم انت على الاقل معاك في منتخبين في المتناول عندك. مظبوط، غير ان انت منتخب الماتشات وترتيب الماتشات خدمك بالظبط، وغير ان انت الحمد لله منتخب جيد. فيعني لا انا شايف ان الامور باذن الله هتبقى صالح منتخبنا الاولمبي ان شاء الله، ويصعد ويوصل لابعد مدى ان شاء الله ان شاء الله يعني. يا رب عمور نورت الدنيا. الوقت خلص كده يا الوقت خلص بقى. صباح الفل عليك، شكرا الدنيا حبيبي الله يخليك. كل الشكر للمحلل المميز عمرو الخشاب. خلصت حلقتنا النهارده من كره في 90 مع ابراهيم عبد الجواد. نشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي في نفس الميعاد على الراديو 90 90، ودايما هواها مصر.